مشاهدينا جينا معكم إلى آخر فقرة في حلقتنا، ولكن زي ما يقولوا ختامه مسك، الفقرة كذا الطربية الجميلة. فنان سعودي أبدع بلمساته الوترية على العود، ففرض نفسه بطابعه الخاص والمميز البسيط، جذب كثير من المتابعين. خلونا نتعرف عليه اليوم، الفنان الجميل يوسف داير. أهلا وسهلا يوسف. يا مرحبا ومسهلا. أول مساء عليكم بالخير ومساء السادة المشاهدين، وسعد الله مساكم في كل خير يا رب. ما ودي أسألك أي سؤال الحين، أبغى نطرب، اطربني عشان نقدر ندخل في حوارنا. تفضل. لو رحت بتضل بقلبي بعيوني كمان، شافي اسمك يا حبي تغرد عشان، عبالي بتبقى عبالي يا جمال الإنسان، يا نجمي بتضوي ليالي وبتشعش حنان، طلي لي يا قمر الزمان. لو رحت بتضل بقلبي بعيوني كمان، شفافي اسمك يا حبي تغرد عشان، عبالي بتبقى عبالي يا جمال الإنسان، يا نجمي بتضوي ليالي وبتشعش حنان، طلي لي يا قمر الزمان. الله يعطيك العافية. شو هيدي شو هيدي يا يوسف، يعني بدعت ما شاء الله عليك. طبعا هذه احد المقاطع او هالاغنيه بالتحديد انت اشتهرت فيها وانتشرت كثير، يمكن الناس تداولوها وحبوها منك، ايش السبب والله؟ او كيف انت شلون جاء طار على بالك؟ يعني خصوصا مع العود، يعني عارف ان شبابنا السعوديين يحبوا الاغاني القديمه، يعني محمد عبده الى اخره، ف كيف ايش القصه بالتحديد؟ والله القصة كل قصة ما فيها، أنا أحب أني أقدم الشيء اللي أنا أنطرب له أولا، الشيء اللي لامسني أنا وأنا أحسه مثلا أقدمه، فأقدم شيء وأنا مبسوط منه يعني. وعزفتها، هل كان يعني أنت عزفتها ونشرتها أو هي انتشرت؟ لا لا أنا عزفتها ونشرتها طبعا. يعني الحلو أنه بنشوف في مقاطعك عامل كذا ميكس حلو ما بين البساطة، اللبس، نفس العزف على الأوتار، تغني، يعني هذا الميكس اللي قاعد تسويه مع بعض هي طبيعتك يوسف، هذه هي حياتك، هذه الأشياء اللي أنت تمل لها، أو يعني أخذت هذا اللاين لأن شفت أنه عليه إقبال من الناس؟ لا والله صدق يعني وصراحة هو فعلا أنا يعني ممكن 95% أقول هذه من حياتي الطبيعية، يعني إنسان بسيط جدا، والفن يعني ما يحتاج يعني إحساس. إحساس يا سلام عليك. يوسف أنت وين رايح؟ يعني أنت الآن على التواصل الاجتماعي أنا شايفة فيه صوت حلو، شايفة فيه موهبة، بس أنا خوفي من شغلة، أنت شخص بسيط للغاية وأنت فخور بهذه البساطة وقاعد تطلع طبعاً بالطريقة البسيطة، وهذا اللي لمس عند الناس الآن، إحنا في زمن نفتقد فيه البساطة. بس سؤالي استراتيجي معك شوية، هذه البساطة لوين هتوصلك؟ إيش المرحلة الثانية؟ الآن الفنانين لهم طريقة، النجوم لهم طريقة، كيف أنت هتطلع من جيب البساطة إلى الاحترافية؟ إيش خطتك؟ والله شوف ما في يعني إنسان ما عنده طموح، صحيح أكيد الطموح موجود، لكن يعني نقول وسائل المساعدة، يعني لو ما الله ثم البرامج اللي تتكلمين عنها أحسن، ممكن إحنا ما وصلنا ولا أحد سمعنا وممكن ولا أحد شافنا، ولكن الطموح موجود طبعا. يعني أنا صراحة أنبسط لما أشوف كل يوم فنان على الساحة وهذا الفنان يلاقي إقبال، بعدين إحنا شعب ترى طربي. صح إحنا شعب طربي، إحنا نقدر الطرب لا كبير ولا صغير. اللون اللي أنت تحبه، الأغاني اللي أنت تحبها، وش أكثر شيء يعني غير الأغنية اللي أنت طبعاً سمعتنا إياها؟ طيب شوف الأغاني ما في يعني إنه شيء معين إني أنا مثلاً أحب هذا الشيء، لا في ممكن نفس اللون اللي أنا غنيته هذا بيعجبني كثير طبعاً، بس في أغاني يعني مو شرط إنه لون معين، في اشياء ممكن حتى لو مولوني بس يعجبني اغني. انت يعني الاشياء اللي انت تحبها اللي احنا عرفناه، وديع الصافي، وديع مراد، محمد عبده، عبد المجيد رابح وغيرهم، هذول كلهم قامات. صحيح اكيد. فالاغاني حسيتك كذا يعني ستايلك شوي كلاسيكي، تميل للقديم شوي ولا؟ صحيح. وش رايك طيب بالاغاني الجديده؟ هو حلوه
يعني تحب أنت تغنيها تعزفها؟ أكيد أكيد نعزف أغاني جديدة قديمة. حتى تعرف وش المميز؟ إنه لاحظت يوسف يغني بأسلوبه الخاص. صح. عرفتي يعني حتى مثلا الاغنيه اللي قبل كانت قمر الزمان وغيرها، لا يعني بنسمعها الاغنيه الاصليه الفيرجن الحقيقي شيء، يوسف بيديها لمسه خاصه ولمسه مميزه. صحيح. انا ودي اسمع شيء ثاني. من هين اضم صوتي لصوت وطول فيها عشان انا. طيب تسمعون جديد ولا تسمعون عادي من الشيء اللي انت وصلنا احساسك فيه؟ لا هدات نفسي ولا قلبي هدا بعد ما قد غاب صوتك والصدى وما عدا دمعة عيوني بك تذكرني على طول المدى انت ما تعلم بقلبي وش غلاك لو طلبت الروح ما تغلى فداك انت ما تعلم بقلبي وش غلاك لو طلبت الروح ما تغلى فداك المشاعر دوم عنك سألوني المشاعر دوم عنك سألوني من زمن قلبي بحبك ابتدى لا هدت نفسي ولا قلبي هدى لا هدت نفسي ولا قلبي هدى بعد ما قد غاب صوتك والصدى. الله 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 ما ودي توقف فعليا. يوسف ما شاء الله عليك، انا دائما عندي مؤشر كمستمع كثير الاصوات الجميله موجوده وكثير المواهب موجوده، لكن ايش الفارق بين موهبه وصوت وموهبه وصوت اخر؟ هو الاحساس. انت وانت تغني ما شاء الله تبارك الله عليك، انا لامسه احساسك يوصلني. فهذا الموضوع انت تدربت عليه، شاهدت ناس، راقبت ناس، ام هذه هي موهبتك الفطريه؟ والله شوف الفن هو موهبة بالأول الأخير، يعني لا مانع أن الواحد يطور، لكن الإحساس والأشياء اللي بتكلم عنها لا والله هي موجودة يعني بالفطرة صراحة. إن شاء الله تبارك الله. يعني اليوم كنا قاعدين نشوف اهتمام كبير، وأنا أحب يعني دائما لما نحكي مع فنانين دائما أحب أسمع رأيهم في هذا الاهتمام للأمانة من وزارة الثقافة، من يعني خلنا نقول جهات كثير عن المدارس والأكاديميات قاعدة تنتشر بشكل واضح. الدعم قاعد ينتشر وبشكل واضح. إيش رأيك فيه يوسف اليوم؟ قاعدين نشوف أمس كان عندنا عدد معين من الفنانين والفنانات، اليوم ما شاء الله الساحة مليانة. صح. إيش رأيك؟ والله شوف شيء جميل صراحة. يعني واللي جالسين يقدمونه يعني شيء صراحة أنا من ما يسعدني صراحة. أنا والله بس خايفة للعود يطيح. الله يعافيك والله قلبي معك. الله يرضى فيك. الله يخليك. طيب بس اسمح لنا يوسف نطلع فاصل سريع وأكيد بنكمل معك. مشاهدينا بنطلع فاصل، من بعد نرجع نكمل باقي الفقرات. ورجعنا لكم مشاهدينا مع الفنان الجميل يوسف ذاير، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. حسألك سؤال كذا على السريع، ودي أعرف يعني ما شاء الله لك لمسة معينة وأسلوب معين في الغناء واختيارك للكلمات وحتى للعزف، بس هل لك كلمات وألحان خاصة أو لا؟ والله كلمات لا والله ما عندي، أنا أولا مو شاعر لكن الألحان موجودة طبعا. الألحان موجودة. إينا. طيب أنا أحب أشكر وجودك اليوم معنا، وفعليا كثير استمتعنا بك، وكذا إحنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أجمل التحايا مني أنا رؤى ريان ومها منصور ولبنى عبد العزيز، وأكيد لا تنسوا ترسلونا بأراكم على موقع البرنامج. لكن قبل أن نختم ودي أسمع مقطوعة أخيرة منك. تمام.
من يبي بالله يفتح لي غلق صدره وابوح ضقت الدنيا بشعر طيب قلبه ضياع ما قبلنا الحظ قولي وين برحل وين اروح الصبر يا هو يعذب والاماني موجع واه يا جود الحزن ويا يوف الفرحة شحوح ضايع بهموم الغبرة وسط المعمى واسمحي لي الغرام اسمحي لي الغرام العافية الوجه السموح لزمت الصمت أو حتى لبست الأقنعة